السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المشاهدين ويسعد أوقاتكم بالخير والعافية. هذه الحلقة الخاصة من برنامج الفرات داركم راح تكون على مدار ساعة من الوقت، فبهذه المناسبة العطرة وبمناسبة هذه الحلقة الخاصة وولادة فحل الفحول الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان وإلى المراجع العظام وإلى الأمة الإسلامية جمعاء ولادة فحل الفحول. أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، فهنيئا لكل شيعة آل البيت وهنيئا لكل الموالين وأيضا الأنصار. قبل ما نبلش بهذه الحلقة وأيضا نتطرق إلى سيرتي ومسيرتي وأيضا المراحل العطرة من سيرة الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، أرحب بزميلتي آمنة. حياك الله يا آمنة. حياك الله يا آمنة. ومبارك علينا هذا اليوم العظيم وهذه الولادة الميمونة. تحية طيبة لك ابتسام، ومبارك لك ومبارك أيضا للأمة الإسلامية أجمع بولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، عندما يقول الشاعر: ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناءه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة، طابت وطاب وليدها والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها، وبدت مع القمر المنير الأسعد، ما لف في خرق القوافل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. أحسنتي. إذن مبارك للأمة الإسلامية هذه الولادة المباركة الميمونة، ولادة أسد الله الغالب علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أحسنت يا أمنة. إذن أحد الأقوال عن الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام على لسان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى عهد لي عهدا في علي، فقلت: يا رب بينه لي. فقال: اسمع. فقلت: سمعت. فقال: إن عليا راية الهدى وإمام أوليائي ونور من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين، من أحبه أحبني ومن أبغضه فقد أبغضني. السلام على يعسو والدين وإمام المتقين أسد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. مرة أخرى أعزائي المشاهدين نهنيكم بهذه الولادة العطرة الميمونة، ولادة الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبارك للأمة الإسلامية جمعاء هذا المولد الكريم. إذن نرحب بضيوف حلقتنا لهذا اليوم للحديث أكثر عن هذه الولادة لما لها من رسائل اجتماعية وأكيد يعني تربوية تفيد مجتمعنا. أرحب بالدكتور علي الجزائري باحث إسلامي، حياكم الله دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. كما أرحب أيضا بالشاعر سامر الجبوري، حياك الله أستاذ سامر. المرشد والرادة مبارك لكم. الله يحفظكم، متباركين لكم بهذه الولادة إن شاء الله، الله يحفظكم. أهلا وسهلا، حياكم الله، نورتونا. يعني دكتور علي، بداية نريد نعرف من حضرتك الأحداث الرئيسية التي وقعت أثناء ولادة الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، الأحداث التي رافقت هذه الولادة الميمونة. في البدء بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، نبارك لكم وإلى مقام صاحب الزمان صلوات الله عليه والأمة الإسلامية جمعاء مراجعنا العظام والسادة المشاهدين ومحبي أهل البيت في كافة أرجاء هذه الأرض المعمورة، وحتى لملائكة السماء هذه الولادة الميمونة لقسيم الجنة والنار إلى الصراط المستقيم أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أحسنتم. ونقدم الشكر لإتاحة الفرصة للحديث من قناتكم الغراء. في الواقع ما شهده ولادة أمير المؤمنين، وقبل الحديث عن الولادة حديث عن أمير المؤمنين، هو حديث الأسرار، هو حديث النبوة، هو حديث السماء. أمير المؤمنين هو شخصية استثنائية وشخصية معيارية وشخصية الأسوة والقدوة. أحسنت. الله سبحانه وتعالى اختار له هذه المنزلة وهذه المكانة باستحقاق. كان أمير المؤمنين عليه السلام قبل أن يخلق هو محطة عناية الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث
وفي الآية القرآنية أيضا حول آدم عليه السلام تلقى نعم. آدم كلمات فتاب نعم. عليه. يقول ابن عباس الكلمات سألنا رسول الله فقال ما هي الكلمات؟ نعم الكلمات هي أصحاب الكساء الذين كانوا معلقين بالعرش. فهذه نعم. مقدمة لأن هنالك أشياء اليوم في الواقع كثير من الناس يستعظم هذا الأمر ويقول كيف وكيف وكيف. فلا نستغرب، القرآن أخبر عن هذه المقامات لأهل بيت النبوة في هذه المقدمة البسيطة لينكر من ينكر، إنما ذلك من الجهل بهذه المقامات. في الواقع حينما حدثت الولادة كانت هنالك أحداث عظيمة حصلت. فعن العباس بن عبد المطلب عم النبي الأكرم قال كنا في البيت جلوس، وكانوا دائما البيت فيه حركة وفيه نعم. زائرين ويقصدونها، وحينما بناه إبراهيم وإلى يومنا هذا لا تخلو الكعبة من الزائرين، والذي يذهب اليوم يجد ذلك والزحمة. كانت منذ أن بناه إبراهيم وتوجه الناس وقصد هذا البيت المبارك. فجاءت أم الإمام علي فاطمة بنت أسد، وهي من جليلات نعم. النساء ومن السيدات التي لها كرامات خارقة ولها منزلة وفضائل، وحتى يعني يحتاج حلقة كاملة لهذه السيدة ومقامات هذه السيدة، وأنها كانت من المؤمنين وكانت تتعبد على دين إبراهيم، ووقفت أزاء البيت، وهي كان في تمام يومها الأخير في الشهر التاسع كما جاءت في الروايات، فلسقت جسمها في البيت جدار الكعبة ونادت الله وقالت إني مؤمنة بدين نبيك إبراهيم وموحدة لك، ونادت الله وتذرعت إلى الله، وكان الكل ينظر إليها باعتبار أنها جاءت مرأة وهذا الوضع من الحمل الخاص بالنساء نعم. ويحتريها ما يحتري النساء في الحمل، فكانت الأنظار نحوها. فقال يزيد ابن قنعب فنظرنا إليها ودهشنا وحاطت الناس بها، وإذا بجدار الكعبة قد نعم. تصدع وانفتح لها ودخلت. يعني هذا الموضوع جدا مهم، يعني لأقف عند هذا الأمر للحديث بشكل يعني موسع، لكن أنتقل لأستاذ سامر. اليوم عندما نريد أن نذكر الرسالة والعبرة بولادة يعني علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يجب أن تكون هناك بعض الأناشيد والأفراح اللي تبهج اليوم محبي أهل البيت سلام الله عليهم. نعم أكيد اليوم تم حضرنا كثير من الأشعار. إن شاء الله نسمع. لا 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 ضيق بك الوقت، لا ضيق بك الوقت، بس انخداح الباب لا ضايق بك الوقت، بس انخداح الباب، المثل قايل الفرج من الباب للمحراب، ما خاب كل من قصت حيدر علي، ما خاب الله ما خاب، ما خاب كل من قصت حيدر علي، ما خاب، لأن علي هو الذهب والناس كلها تراب، صلي على المصطفى تنفتح الابواب. اللهم صل على محمد وآل محمد. احسنتم احسنتم بارك الله فيكم. اذا ناخذ فاصل قصير، بعد اكيد نعود لاستكمال يعني حلقتنا لهذا اليوم عن ولاده امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه. فاصل ونواصل. السلام على قسيم الجنة والنار الإمام علي ابن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. حياكم الله أعزائي المشاهدين من جديد، لازلنا متواصلين ومستمرين وياكم بهذه الحلقة الخاصة وهذه التغطية عن هذه الولادة الميمونة وعن سيرة ومسيرة الإمام علي ابن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام.
نرجع بالحديث إليك يعني دكتور علي، هل كان هناك يعني تأثير خاص لولادة الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام على المسلمين وبنفس الوقت على المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت؟ قطعا جزما. وقبل الحديث عن هذا لابد الإشارة أنه مولد الإمام أمير المؤمنين له ارتباط وثيق بمولد النبي الأكرم وما حصل من كرامات خارقة في مولد النبي الأكرم. نعم. وكانت السيدة فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها وهي من السيدات الجليلة. نعم. لأسرة آل الهاشمي، فهي هاشمية، فلما نظرت ما نظرت من كرامات التي حصلت في ولادة النبي واندهشت وكانت بالقرب من آمنة رضوان الله عليها وعليه السلام، فقالت ما يا أبا طالب لقد رأيت ما رأيت، قال هلا أبشرك بشيء، قالت ما هو، قال سيولد منك مولود يكون وصيه وخليفته وحامل لواءه إلى آخره ما يوجد في الروايات. في الواقع هنالك كان تبشير مسبق في ولادة الإمام، وهي كان يتحدث معها وهي في بطنها، وحينما توجهت وشق جدار الكعبة ولا يزال إلى هذا اليوم موجود. نعم. المسلمين بقوا في حيرة من أمرهم كيف، وحاولوا جاهدين أن يفتحوا باب الكعبة لكن الباب قفل، فجاء أبو طالب وقال إن هذا الأمر هو من الله وعلينا أن ننتظر، وبقى المسلمين ونساء مكة تتحدث في البيوت ومخدرات مكة تتحدث في البيوت عن هذا الأمر العظيم، وبقوا ينتظرون 3 أيام حتى خرجت فاطمة بوليدها. سيدنا يعني اللي أقف عند هذه الأمور، يعني الكل يعرف هذه القصة. اليوم عندما نريد أن نذكر علي بن أبي طالب سلام الله عليه، علينا أن نكتشف ما وراء هذه القصص التي يعني نرويها بشكل مغاير. يعني اليوم عندما أتحدث عن ولادة علي بن أبي طالب داخل الكعبة وهو بيت من بيوت الله، هل هناك اختلاف ما بينها وما بين مريم سلام الله عليها عندما جاءها المخاض داخل المسجد لكن أمر الله سبحانه وتعالى أن تخرج من المسجد لأن هذا المكان هو مكان للعبادة؟ إذا هنالك يعني وجه مقارنة يجب أن نقف عند هذه النقاط لأهميتها. هذه النقاط هي مو فقط عملية سردية وإنما هي رسالة تذكيرية والتفكر في دين محمد. طبعا سيدتي الفاضلة، هو كما أسلفنا تكريم إلهي لأمير المؤمنين وللدور الذي قام به سواء كان في عالم الأنوار أو عالم الشهود والواقع. نعم. قلنا بأنه حديث عن أمير المؤمنين هو حديث الأسرار، حديث الإله وحديث اللاهوت. أمير المؤمنين صلوات الله عليه، في طبعا قبل هذا توجد قضية مهمة، يقول الحاكم النيسابوري في صاحب المستدرك على الصحيحين وهو من أعمدة أئمة الحديث، يقول تواترت الأحداث، تواترت الأخبار عفوا أو الأحداث عن ولادة علي بن أبي طالب في جوف الكعبة. للأسف الشديد كثير من بعض العلماء الذين حاولوا إحراف هذه المنقبة. نعم. العظيمة عن أمير، فقالوا ولد حكيم ابن حزام في جوف الكعبة. وهذا يعني ذو شجون الحديث واقعا، يعني حكيم ابن حزام هو من المشركين كان، وحتى أنه حينما أهدى هدية. نعم. لرسول الله، رسول الله رفضها وقال أنا لا أقبل هدية من مشرك، وأسلم في فتح مكة يعني. نعم. بعد 19 عام من الإسلام وكان محتكر. يعني هذه الفضيلة إذا أردتم أن تحرفوها عن علي بن أبي طالب، يعني كان من الأولى أن ينسبوها إلى شخص من الصحابة. صحيح. له مكانة، له جلالة في الإسلام، له سبق في الإسلام، لكن للأسف يعني حكيم، وهي كان طبعا هذه أهداف أموية، وهو كان ابن عم الزبير، الزبيريين جعلوا لكي يحرفوا هذه المنقبة العظيمة عن علي بن أبي طالب عليه السلام، لكن يأبى الله ألا أن يتم نوره ولو كرهه. واقعا في حديث صعصعة بن صوحان لأمير المؤمنين في أفضلية أمير المؤمنين على الأنبياء من آدم إلى حين لا وصل إلى النبي الأكرم، فقال أنا عبد من عبيد محمد، فقال هل أنت أفضل أم عيسى بن مريم؟ فقال أمير المؤمنين الكل يعلم أن كانت مريم صلوات الله عليها كانت في
المحراب، وكلما دخل زكريا عليها المحراب وجد عندها رزق، لكن حينما جاءها المخاض قال البيت بيت عبادة فأخرجها، وأن أمي أخرجها وجعلت تأكل من ثمار الجنة في بيت الله 3 أيام في أقدس مكان هو من واجبات الصلاة. يجب أن نتوجه إلى الكعبة الشريفة، المسلمون يوميا يتوجهون إلى الكعبة الشريفة كم مرة؟ 5 مرات على أقل في الصلاة. المحتضر حينما يموت يجب أن نوجهه إلى القبلة، يعني في الاحتضار في الحياة يستحب دائما أنه الإنسان يستقبل خير الأماكن ما استقبل القبلة. فهذا المكان هو مكان ولادة علي بن أبي، وقال الإمام أمير وهذه الفضيلة لا توجد لأحد قبلي ولا توجد لأحد بعدي، وهذا ينفي عن أنه الحكيم ابن حزام أو غيره قد ولد في الكعبة. فصراحة وما ورد في أحاديث الطرفين أن لا تسبوا عليا فإن عليا ممسوس بذات الله، طبعا هذه واحدة منها أنه ولادته في الكعبة، كل تصرفات علي بن أبي طالب كانت لله، هو معيار الإسلام، هو معيار الحق، شق اسمه من اسم الله. طبعا لما نجد أنه مثلا الرسول الأكرم يصرح بأكثر من مورد علي مع الحق والحق مع علي لن يفترقا حتى يرداء عليه الحوض، فلا يمكن أن يصدر، هو تجلي من تجليات الله سبحانه وتعالى، وكم هام به العاشقون، بل وصل الحد إلى أنه يعبد. مثلا لم توجد شخصية، أحد الكتاب يقول لم توجد شخصية تؤثر كما أثر علي بن أبي طالب، بل وصل الأمر إلى عبادته، فهو الذي ردت له الشمس. فهنالك فضائل عظيمة وكثيرة لا يمكن الإحاطة بها لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. أحسنتم ملا سامر، يعني ممكن تتسابق الكلمات وأيضا الأبيات لوصف هذه الشخصية العظيمة، شخصية علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. فشنو راح تقول بهذه المناسبة؟ هو الطريق. هو يعني شو توصفينه؟ هو يعني قليل. شو نسمع؟ شو راح نسمع من حضرتك؟ حضرت أبيات، شفت عندك هاي بعض الأخير موجودة. يلا. خيط السبح ليل الخرز روس يتام، خيط السبح، خيط السبح ليل الخرز روس يتام، ويسبح تشفى بتسبيحة الفقرة، هن يا لليتيم الراس صرت جفوف، هن يا هن يا هن يا لليتيم الراس صرت جفوف، يبتش بموت ابوه لا يفرح تحيره، وهنياي للفقير بسبحتك موجود، وهنياي للفقير بسبحتك موجود، تسبح انت بجفوفك السمرة، مرات الغنى ما بينفع للناس، مرات الغنى ما بينفع للناس، شحلات الياكل وياك وفرد سفرة مو هينة، بشر بيدك توكل الرغيف، مو هينة بشر بيدك توكل الرغيف، زينب عجنته وخبزته يا الزهرة. اللهم صل على محمد. اي والله انفعتك دكتور علي. اليوم عندما نريد ان نتحدث عن الرسائل التي كانت في ولاده علي بن ابي طالب سلام الله عليه، هي لم تكن ولاده اعتياديه، وانما اراد الله سبحانه وتعالى ان يكون هو الاخ والسند والحامل لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لنا أن نفسر هذه الأمور بشكل تربوي
وبشكل ممنهج أن يكون هو منهاج لتربية الأجيال القادمة؟ طبعا قلنا بأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو من الشخصيات المعيارية. نعم. فتارة نتحدث عن مقام لا يمكن أن يسعه نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه لي، ومرة نتحدث عن علي القدوة، علي الأسوة الذي يجب أن نحتذي به، نسير على سيرته، نتخلق بأخلاقه. فمنذ ولادته حصلت كرامات، قلنا بأنه حينما جاءت به أمه رأت نور منه إلى السماء، وجاء النبي مستبشرا به، ومسألة تقميطه بأكثر من قماط، وكان يفتره ويقطعه أمير المؤمنين حتى بلغ بها فاطمة أنه سبعة مرات قمطته، وكان بسبعة قماطات وقن مصري لشدته وبديباج، وكان يقطعه فقال يا أماه وقد نطق، وهذا ليس قريب، فقد نطق من قبله عيسى بن مريم، وهنالك شواهد كثيرة على قضية يوسف نطق الطفل الصغير، فهنالك شواهد. فنطق أمير قال يا أماه لا تقمطيني فإني أبصبص بإصبعي إلى الله. فكان التوحيد متجذر بي منذ البداية، ومنذ الساعة الأولى، وقيل أنه النبوة نزل على جبرائيل وقال ابشر يا محمد، اليوم ولد ناصرك، واليوم بدأت رسالتك، واليوم كذا. هنالك روايات كثيرة في هذه والمناقب، وقريش تشهد، وتواترت كما قلنا الحاكم النيسابوري قال تواترت الأخبار في ولادة علي بن أبي طالب في جوف الكعبة، فالناس كلهم علموا بأن هذا الوليد له شأن عظيم، هذا الوليد هو ليس وليد اعتيادي، هو وليد استثنائي، هو وليد خصه الله بهذه الميزة التي لم تكن لأحد قبله ولا تكون لأحد بعده. وفعلا وإن حاول المحرفين أن يحرفوا هذه المنقبة، فكان منذ صغره يتبع رسول الله، وهنالك روايات أن رسول الله هو كان يرضعه من فمه أو بإبهامه، وهو قال وكنت أتبعه اتباع الفصيلة أثر أمه. فكان يتأدب بآداب رسول الله، وهو القائل أدبني رسول الله وأنا أؤدب المسلمين أو أؤدب المؤمنين. فأمير المؤمنين صلوات الله عليه كان منذ الساعة الأولى هو إنسان إلهي، هو إنسان نبوي، هو إنسان إمامي، تتجلى فيه القدوة، وتتجلى فيه الأسوة، وتتجلى فيه التضحية، وكل الصفات التي ينبغي للإنسان إذا ما أراد الكمال أن يتحلى ويسير بسيرته التي هي سيرة النبوة وسيرة الإمامة. نعم أحسنتم دكتور علي. يعني إذا أردنا أن نتكلم عن علاقة الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام بالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، نجد أنه على لسان الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم العديد من الأحاديث النبوية، قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، علي مني وأنا من علي، وأيضا علي مني بمنزلة رأسي من بدني. ممكن هذه من أهم الأقوال، ممكن كل هذه الأحاديث التي جاءت من على لسان الرسول جعلت له مكانة لا تضاهى وبنفس الوقت لا يمكن بلوغها، فكيف لنا بتفسير كل هذه الأحاديث، وأيضا ما هي المدلولات الأخلاقية والإنسانية من وراء هذه الأحاديث؟ طبعا قلنا في بداية الحديث أن أمير المؤمنين كان ألسق الناس بالنبي الأكرم، فقال كنت أتبعه اتباع الفصيلة أثر أمه، يعني الناقح الصغيرة كان كيف تلحق، أنا كنت حتى يضع قدمه يمشي وراءه. نعم. وكان منذ صغره من ألقاب، يقولون أن يوجد لأكثر من 2500 اسم لأمير المؤمنين، منها القضيم. القضيم ما هو؟ كان طفل صغير حينما كانت أطفال قريش الكبار كان يتكفل أبي طالب. نعم. يا من يعتدي على ما اعتدت عليه قريش أو ما تجرأت على علي قريش حتى مات أبو طالب. نعم. فكان رأت قريش أنها تبعث الصغار لضرب النبي وترشقه بالحجارة، فكان أمير المؤمنين وهو صغير يتبع الأطفال فيقضعه من أذنه فسمي القضيم. فكان ينصر رسول الله منذ صغره إلى وهو كبير، كان يشهد المعارك
وكان وحتى هنالك الرواية المشهورة تقول ما قام ولا استقام ديني إلا بسيف علي ومال خديجة. فكان هو السند الحقيقي ويمثل الجناح العسكري. يعني كل اليوم دعوة مثلا احنا اليوم مثلا في الدولة العراقية في دول العالم لابد من هنالك عنصرين أساسيين، هما العنصر الاقتصادي والعنصر العسكري أو جناحين تطير به الدول. فكان أمير المؤمنين لوحده يمثل الجناح العسكري لرسول الله في قبال الجناح الاقتصادي الذي كانت تمثله خديجة بأموالها التي ضحتها كلها في سبيل نصرة الدين الإسلامي. فشهد كل معارك الرسول الأكرم صلوات الله وكان يضرب بين يديه، ولم يترك الرسول طرفة عين إلا لأسباب معينة كان النبي الأكرم يرى في ذلك مصلحة للإسلام يتركه. فكما قال أنا ربيب محمد، نعم، أدبني رسول الله وأنا أؤدب المسلمين. وقال في مورد آخر أنا مدينة العلم وعلي بابا، فمن أراد المدينة فليأتي. إذن أقف عند هذا الموضوع، نعم، العلم. إذن هنالك كان دور رئيسي لعبه الإمام علي عليه السلام في العلوم الإسلامية والفكر الإسلامي. كيف كان يعني دائما ما عندما نريد أن نذكر علي بن أبي طالب دائما نذكر الحروب والقتال، وكأنه لم تكن هنالك حروب فكرية وعلوم انتشرت، ويعني الفكر الإسلامي بدأ يأخذ مساره الصحيح بين الأمة الإسلامية. طبعا سيدتي الفاضلة، قلنا الحديث عن أمير المؤمنين هو حديث المعاجز، هو الحديث الشمولي. صح أنه كانت أبرز مصادقه هو الجانب العسكري أو الجانب البلاغي، لكن حينما يأتي شخصية استثنائية مثل علي بن أبي طالب يأتي للقتال في البصرة ويحمل معه الوسق شيك يعني أكبر من 50 كيلو، فيقول له ما هذا يا علي بن أبي طالب؟ النوى، نوى التمر يأتي به من المدينة، فيقول إن شاء الله 300,000 نخلة. يعني احنا يا ريت هسه من قناتكم المباركة الشريفة، نعم، انه يكون فد مشروع اسمه الوسق تيمنا بامير المؤمنين. كان يأتي بهذا النوى التمر من المدينة وهو رجل يقاتل. الان اليوم احنا كنا مثل في الحشد الشعبي حينما في القتال نركز على القتال فقط، بينما هو في القتال يعطي خطبة اجتماعية، في القتال يعطي خطبة في علوم القرآن، يعطي خطبة في مناهج العلوم والمعارف. يأتي فيزرع هذه النوى فتكون بستان يعيش أهالي هذه المدينة، وانتشر النخيل في العراق بسبب بركات أمير المؤمنين وهو قادم للقتال. ثم اتخذ من الكوفة، طبعا واليوم 12 من رجب هو اليوم دخوله الكوفة صلوات الله عليه واتخاذ عاصمة، وقد قال رسول الله الكوفة جمجمة العرب. بالمناسبة الكوفة كانت تطلق على العراق شامل ما عدا المدائن، يعني للتغريب، مثل ما نقول اليوم بغداد نقصد بها العراق، لا يقولون العراق بغداد، فكان الأعمال. فأمير المؤمنين صلوات الله عليه كان نموذجا وكان الفاتح للعلوم. في حديثه لكميل، يا كميل ما من علم إلا وأنا فاتحة، وما من علم سر إلا والمهدي عليه السلام يختمه. فكل العلوم حينما نأتي نقرأ الأحاديث التي وردت عن أمير المؤمنين نجدها مناهج لكل العلوم بدون استثناء. إذن مناهج علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وفرحتنا احنا اليوم كمسلمين ومحبين أهل البيت سلام الله عليه، تتزامن هذه الفرحة أكيد بأفراح العراقيين المستمرة، يعني مع بداية هذه السنة الكثير من الأفراح. لأنتقل لزميلي علي الغزي، يعني علي حياك الله. حياك الله علي، اهلا وسهلا. حياكم الله، تحياتنا لكل شبابنا بالكنترول وزميلنا علي وضيوفكم الاعزاء متباركين بولاده امير المؤمنين. ان شاء الله ايام خير وسعاده علينا هسه بهاللحظه هاي، ركله جزاء للمنتخب العراقي مثل يا ما الله 2-0 على العفو 2-2 على فيتنام والعراق. هسه بهاي اللحظه ركله جزاء، بس ما اعرف بعد منتظرين الحكم راح يرجع للفار. من نحكي عن المؤازرة اليوم، ما شاء الله الجمهور الرياضي يتواجد بكل الكافيهات وبكل الساحات لمؤازرة المنتخب العراقي، نعم، منتخب متصاعد بأدائه، نطمح انه ان شاء الله نكون منافسين على هذه البطولة. تحديدا احنا اليوم بمنطقة الصالحية بالقرب من وزارة العدل، تعرفون هذه الكافيهات الشعبية يرتادها اعداد كبيرة من الرياضيين. هسه ركلة جزاء للعراق،
ان شاء الله ان شاء الله جول ونفوز. علي وياك علي. ذكر علي، ذكر علي بن ابي طالب عليه السلام موجود في كل الاماكن. ان شاء الله ان شاء الله ببركه امير المؤمنين وبيا علي بن دا يا علي نجيب الهدف الثالث. ايمن حسين هو اللي راح يسدده، طبعا ايمن حسين للاسف ضيع ركله جزاء. ان شاء الله ان شاء الله يقول هذه الركله يا علي. يا الله اللهم صل على محمد. قل العراق يجيب الهدف اللهم صل على محمد وعلي محمد. الف مبارك الف مبارك الله يديمها ان شاء الله. مبارك للعراقيين مثل ما تشوفون الجماهير العراقيه. علي وياك علي الحمد لله والشكر. العراق كان المفروض يفوز بهذه المباراه لان ادائهم كلش قوي كان في الشوط الثاني. حرق اعصاب لكن الحمد لله والشكر جبنا الهدف الثالث وايمن صار هو الهداف بعد بالعافيه علي. ابطال ابطال. علي تقدر ممكن انه نسمع راي الجمهور اللي حولك مشاعرهم، انقلمنا مشاعرهم علي. حرق اعصاب ها؟ طبعا. شنو المشاعر؟ صاعده صاعده. شنو المشاعر اليوم؟ انت يعني احنا كنا نتوقع يعني راح ناخذ فوز كلش قوي على فيتنام، انصدمنا باللعب لكن الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر يمشي الفوز، والله يمشي الفوز احنا. الحمد لله والشكر. باللحظات الاخيره امنه اكيد يعني اليوم الكل يتابع وبشد اعصاب. الحمد لله والشكر حققنا الفوز بهذه المباراه وعلى امل انه ان شاء الله بدور ال 16 من حق. لا اكيد الامل هو موجود. الانتصارات القادمه. شكرا جزيلا لك علي. شكرا جزيلا والف مبارك لكل اهالينا وناسنا. الفرحه يمكن اختصرتيها قلتي اليوم الفرحه فرحتين اليوم. هذه الولاده العطره وايضا الميمونه بكل شده. احنا النادي يا علي استاذ علي فنريد نسمع شيء من ملا سامر لهذه المناسبه. اي استاذ سامر. يا الله ما يضدني الزمان انا ما اخاف من عنده. اش ما يضدني الزمان انا ما اخاف من عنده. انا ام الحسن تحضرني بالشده. الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دائما ان شاء الله. اش ما ضدني الزمان انا ما خاف من عنده. انا ام الحسن انا ام الحسن ام الحسن تحضر لي بالشده. للمحفل اجيت وشايل الورده. انا للمحفل اجيت وشايل الورده وجايب وياي احلى زوجه. الله. وجايب وياي احلى زوجه. من افرح وهوس لا تلوموني. من افرح وهوس. من افرح من افرح وهوس لا تلوموني. مو بيد الامر يا ناس صدقوني. اي والله. انا من افرح انا من افرح وهوس. أنا لا تلوموني مو بيد الأمر يا ناس صدقوني. ما همني العوادل لو يقطعوني. وللغالى أنا أرخص كل غالي. الله. وللغالي أنا أرخص كل غالي. سلامة الله. أحسن الله أحسن أحسن. اللهم صل على لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن. وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذا وذي أهوى أبا حسن. الله الله صح لسانك. لا 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 عذب الله أمي إنها شربت. عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي غذتني بلبني
وكان لي والدا يهوى أبا حسني من صرت ذي وإذا أهوى أبا حسني. الله الله الله. طيب الله أنفاسك ملا سامر. يعني نرجع بالحديث اللي أستاذ علي، يعني الكل يعرف الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام بشجاعته بقوته بصلابته من خلال المواقف التي خاضها يعني بالتاريخ الإسلامي، لكن نريد أن نركز على تطور العلوم الإسلامية وأيضا الفكر الإسلامي ودور الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه العلوم. نعم، في الواقع كما طبعا مشكور الآن على هذه القصيدة في مدح أمير المؤمنين صلوات الله عليه. نعم. والنبي الأكرم يقول: يا علي، من لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وكان عبد الله الأنصار يقول: إنا معاشر الأنصار كنا لا نعرف منافقينا إلا ببغض علي بن أبي طالب عليه السلام. فكان أمير المؤمنين هو القسيم في كل الأمور. نعم. هو القسيم في الولادة، هو القسيم بين الحق والباطل، هو القسيم بين أهل النار وأهل النار، هو القسيم والفيصل في العلوم أيضا. فقد قفزت وكانوا يستشيرونه حتى في فتح بلاد فارس، كانوا يستشيرون أمير المؤمنين، وكان تفزع له الخلافة، وكان يستشيرونه في كبار الأمور وصغارها. حتى قال عمر بن الخطاب: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبي الحسن صلى الله عليه. وكان حينما تأتي الوفود على الدولة الإسلامية ويسألون عن النبي ويقولون لهم النبي رحل ويسألون الأسئلة، كان لا أحد يجيب، فيلجؤون إلى علي بن أبي طالب في العلوم. وحتى أنه قائل: والفضل ما شهدت به الأعداء. حينما جاء إلى معاوية أو جيء إلى معاوية قال له: من أين جئتني؟ قال: جئتك من أعيا الناس. قال: من؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: ويحك، وهل سن الفصاحة لقريش غير ابن أبي طالب؟ قلنا بأنه حديث أمير المؤمنين كله قواعد. مثلا على سبيل المثال في الأدب أو اللغة العربية والدراسات اللسانية والسياقية هنالك قاعدة هي لكل مقام مقال، الذي قالها هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. واحدة من أعظم قواعد علم السياسة وإلى يومنا هذا: استغني عمن شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، واكرم من شئت تكن أميرة، الذي وضعها هو علي بن أبي طالب. مهما حصلت من سرقات، من طعون، من تحريف لمناقبه لآثاره، لكن تأبى الشمس إلا أن تشع ضياءها على وتشرق شمس الحقيقة مهما حجب. يعني شخصية مثل علي بن أبي طالب يسب 80 عام على المنابر، هل تبقى له فضيلة؟ وهو القائل: وأرى تراثي نهبا. لكن هو لم أصب له حمل بلا أصبت له لقنة. وكان أمير المؤمنين يفيض على المسلمين في عطائه العلمي، في عطائه المعرفي، في عطائه العسكري، في عطائه البلاغي، في عطائه في كافة الحلوم. هو حقيقة فارس الحرب والمحراب. نعم. والحبر. رسائله كانت في كافة العبادات، لا توجد فرقة إلا وأخذت من علي بن أبي طالب واتكلت عليه بمعارفه. وحتى في أشعاره نجد كثير ما ينسب لفلان وفلان وفلان، لا يقدر. مثلا في حينما نطالع الكتب، للأسف الشديد حينما أصل لمقولة، حينما تقرين تجدين جو علي بن أبي طالب، نفس علي بن أبي طالب في هذه الرواية. لكن تجد للأسف الشديد يقولون: قالت العرب، قال حكيم، قال فيلسوف، لا يقولون قال علي بن أبي طالب. يعني حقد دفين. للأسف الشديد: إن يحسدوك وإنما متسافل الدرجات، يحسد من علا ولردك الشمس المنيرة بعدما. يعني صراحة تحيرت الأقلام في ليث هاشم وما أدركت سر الوصي حروف، وعمل للذي لم تبصر النور عينه، فحيدر شمس لم تنله كسوف. صراحة أمير المؤمنين منذ ولادته إلى أن ختم، هو ولد في بيت الله وختم حياته في بيت الله. في بيت الله. هذه المدة كلها
كان علي بن أبي طالب يصدح وتتفجر منه ينابيع الحكمة والمعارف والعلوم. نعم. لمن يتأمل بأدنى دقة وأدنى مختص. أنا قبلت دراسات في سنة 2011 في أمريكا وصارت حديث عن أسلمة. نعم. العلوم، فكنت أستشهد بأمير المؤمنين، سألني أحدهم وكان الجانب الأمريكي، قال هذا الشخص من الذي علمه؟ كيف عرف إلى هذا اليوم يعني نتحدث عن نظريات حديثة كيف يتحدث بها؟ قلت له والله، قال يعني هو الواقع لا يؤمن بالميتافيزيق، فبقى متحير كيف لهذا الشخص أن يتحدث بهذه النظريات التربوية، بهذه النظريات النفسية، بنظريات علم الاجتماع، بنظريات علمية وكيميائية، بنظريات طبية خارقة اليوم تكون الصحة البدنية، الصحة النفسية، الصحة الاجتماعية، الصحة السياسية، كيف لهذا الرجل أن يتحدث قبل 14 قرنا بهذه المعارف وهذه القواعد العلمية التي لا تزال إلى اليوم لم تصل إليها العقول الجامعية والأكاديمية في أرقى جامعات العالم. فصراحة علي بن أبي طالب هو رحمة الله، ويوم ولد قال الليلة يولد مولود، عن روي هكذا عن أن الرسول الأكرم في ليلة ولا قال الليلة يولد مولود، هو يفتح الله علينا به بالرحمة والبركة. وفعلا اليوم إذا ما أراد المسلمون أن يتوحدوا أن يتخذوا استراتيجيات في الحياة فلا بد أن يلجأوا لعلي بن أبي طالب وأحاديث علي بن أبي طالب، وإنما نلجأ إليه هو تمسكا برسول الله صلى الله عليه وآله الذي قال أنا مدينة العلم وعلي بابا، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتي من بابها. نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بعلي بن أبي طالب، ويجعلنا من الآخذين بحديث، وأن يرزقنا فهم حديثه. صراحة فهم حديث علي بن أبي طالب يحتاج إلى أدوات ويحتاج إلى معارف ويحتاج إلى توفيق إلهي لفهم حديثه، وبالتالي أو ثم تطبيقه لتعم السعادة في المجتمع، الرخاء في المجتمع، الازدهار في المجتمع. ووصية الرسول الأكرم أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فواحدة أو واعتصموا بحبل الله جميعا، هو علي بن أبي طالب الصراط المستقيم، هو علي بن أبي طالب. وقبل قليل كما أشرت سيدة الفاضلة إلى أنه المقامات وعلاقته بالنبي، ذهب بعض أئمة المسلمين ولعله الشافعي قال لماذا لا تقول في فضل علي، قال أنتم لم تسألوني إنما عن الصحابة ولم تسألوني عن نفس النبي، في قوله تعالى تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا، هو نفس النبي. هذا المقام لا يمكن أن يصله شخص آخر غيره. ومثلا حينما في الرواية الشريفة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذه مشهورة، لكن هنالك وأبوهما خير منهما، أن أمير المؤمنين خير من الحسن والحسين. فهذا المقام لأمير المؤمنين، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين برسول الله، من المتمسكين بالله، من المتمسكين بأمير المؤمنين بما أوصى به الله ورسوله محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله إن شاء الله دائما. يعني ملا سامر، نريد أن نعطر ما تبقى من حلقتنا بأبياتك بصوتك، تفضل. خدمتكم إن شاء الله. قول على الله يساعدك ظهرك ايش قد شايل، على الله يساعدك ظهرك ايش قد شايل، الكرم والشرف والرحمة وابو فاضل، الكرام والشرف والرحمة وابو فاضل، وابو فاضل كفل زينب وسموه العرب كافل، ابو فاضل ابو فاضل كفل زينب وسموه العرب كافل. يا ابو الحسن جا انت شنسميك، انت تكفلت الكهل والجاهل، حالة بيت حيدر وتصادفت مرة، حالة بيت حيدر وتصادفت مرة، علي قاعد وولده وقاعد الفقرة، علي قاعد
وولده وقاعده الفقره وعلى ريد هنا انا بس خلفت الزهره الله وعلى ريد هنا انا بس خلفت الزهره على الدين اوصي حسين واوصي الحسن على السفرة الفقرة طلعوا والعباس يطلع رادهم برا الفقرة طلعوا والعباس يطلع رادهم برا علي قال له انت رايح وين يا ابو عصابة الخضرة الله علي يا ابو الحسن يا علي علي قال له انت رايح وين يا ابو عصابة الخضرة عين الزهرة انت وش كثر من العين دقعد يا ابو جفوف الماذرة السمرة دقعد يا ابو جفوف الماذرة السمرة يضم جفوفه بنادم يضم شفوفه بنادم كون من يطب للعباس الله الله سنت طيب الله انفاسك ملا سامر يعني اذا تبقى وقت شباب حابين نسال دكتور علي او نرجع باختصار لدكتور علي علي الجزائري نريد نسال حضرتك عن التاثير الروحي وايضا الثقافي لولاده الامام علي عليه افضل الصلاه والسلام المردودات اليوم لنا كمحبين وكاتباع لمحمد وال محمد طبعا عن هذه المناسبة العظيمة نعم هنالك مردودات ثقافية وروحية واجتماعية نعم. حية ولا تزال يعني مجرد الإنسان أن يتوجه إلى الصلاة وبأدنى تأمل يسأل أين القبلة حينما يسأل أين القبلة يتوجه إلى كعبة المشرفة كعبة المشرفة هي مكان ولادة هذا نسميه تداعي المعاني تتداعى المعاني من هو علي بن أبي طالب الاسم ما أنبع عن مسمى حينما أسمي ابني مثلا علي أو محمد يسأل ماذا معنى قال علي تتبادر الصفات واحدة والأخرى يتبادر العلم يتبادر الشجاعة التضحية الإخلاص المظلومية مقارعة الظالمين الثبات على الحق مناصرة المظلومين تتبادر الأيتام وكفالة الأيتام نعم الصلاة قلنا هو فارس الحرب والمحراب والحبر يتبادر العطاء العلمي العطاء المعرفي يتبادر التضحية من أجل الإسلام التضحية من أجل الوحدة من أجل يعني بقاء كثير من الأمور الكثير من الرسائل الاجتماعية التربوية نعم. الثقافية الفكرية إن كانت الفكرية على مستوى الفكر التاريخي أو العلمي أو حتى المنهجي أو حتى التاريخي علي بن أبي طالب سلام الله عليه ألم بكل هذه الأمور واختصرها النبي أكرم محمد صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتيها من بابها كل شكر وتقدير لك دكتور علي الجزائري وشكرا لك أستاذ سامر شكرا لحضوركم ومبارك لكم أيضا شكرا لكم على هذه إتاحة الفرصة ونجدد الشكر والمباركة للأمة الإسلامية وللمقام الموقر العظيم لصاحب الزمان صلوات الله عليه وعجل الله فرجه الشريف ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أحسنتم شكرا جزيلا نعم أعزائي المشاهدين قبل الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات على دين محمد وآل محمد دمتم في أمان الله وحفظه في أمان الله